السؤال الثالث: ميز المضلعات من بين الأشكال الآتية. حكينا إيش يعني مضلع؟ بتكون من قطع مستقيمة مغلقة. هذا مش مغلق إذا غلط، هذا فيه انحناء إذا غلط، هذا مغلق وكل أضلاعه قطع مستقيمة نعم، هذا غير مغلق غلط، هذا نعم، هاي دائرة غلط، هاي نعم، هيها قطع مستقيمة ومغلق، وهي نعم قطع مستقيمة ومغلق. طيب ارسم الشعاعين المتعامدين حاء طاء وكاف لام، ثم حدد زاوية قائمة ناتجة. حكينا إيش يعني تعامد؟ يعني بنتج عندي زاوية قائمة. هاي راح أرسم الشعاع حاء طاء، راح أعمل زاوية قائمة، هذا راح أسميه كاف لام، الشعاع كاف لام. بدي أحدد زاوية قائمة ناتجة طاء كاف لام، الزاوية طاء كاف لام أو الزاوية حاء كاف لام، بنتج عندي زاوية قياسها 90 درجة. طيب نشوف أسئلة المراجعة، أسئلة الاختبار الذاتي عفوا، صفحة 124. طالب مني اختار رمز الإجابة الصحيحة، أي الأسماء الآتية لا يعد اسما للزاوية المجاورة؟ طيب أنا هي عندي الزاوية، ما بدي أطلع على الخيارات، أنا هي خامس بدي أسميها بعدين أشوف وين الإشي المش موجود أو وين الإشي الغلط. طيب هاي الزاوية بقدر أسميها هاء واو زين، وبقدر أسميها زين واو هاء، وبقدر أسميها الزاوية واو اللي هي رأس الزاوية. طيب هاء واو زين هيها موجودة، زين واو هاء هيها موجودة، الزاوية واو هيها موجودة، إذا هاي هي الخطأ، لا يعد اسما للزاوية دون استخدام المنقلة الزاوية اللي قياسها 100 شو هي؟ هلأ هاي الزاوية مبينة إنها أكتر من 90 بشوية، إذا على الأغلب حتكون هي. طيب نشوف با، با 180 درجة، هاي الزاوية مبينة إنها قائمة، ليش؟ لأنه هاي أكبر منها، هاي مبينة زاوية حادة، إذا ألف هو اللي رح يكون قياسها 100 درجة. أي المضلعات الآتية لا يعد مضلع رباعي؟ إيش يعني مضلع رباعي؟ إله 4 أضلاع. يلا نعد، 1 2 3 4، إذا هذا مضلع رباعي، 1 2 3 4 هذا مضلع رباعي، 1 2 3 4 أيضا هذا مضلع رباعي، 1 2 3 4 5 إذا هذا مضلع خماسي. الشعاعان المتعامدان، إيش يعني متعامدان؟ يعني عندي زاوية قائمة، طبعا هي الزاوية القائمة، حط لي عندها مربع وكتب لي أيضا 90 درجة، هون 91 غلط، إذا هاي العبارة الخطأ من العبارات الآتية هي: كل قطر في الدائرة هو وتر فيها، نعم هو بحكي لي خطأ، إذا هاي صحيحة ما راح أحط عليها دائرة، كل قطر في الدائرة بعتبره وتر. طيب قطر الدائرة هو نصفا قطر يشكلان معا زاوية مستقيمة، نعم هذا الكلام صحيح. كل وتر في الدائرة هو قطر لها، هلا أنا هي عندي الوتر سين صاد، ما احنا حكينا شو تعريف الوتر، هو عبارة عن قطعة مستقيمة تصل بين أي نقطتين على الدائرة، هي هاد. طب هل بعتبره هذا قطر؟ لا، لأنه القطر لازم يمر بمركز الدائرة وهذا ما مر، إذا جيم هي اللي حتكون عبارة خاطئة. المسافة بين مركز الدائرة وأي نقطة عليها ثابتة، طبعا نعم. ارسم زاوية قياسها 101 بحيث يكون الشعاع سين صاد أحد أضلاعها. هي سين صاد وهي دقيس أنا 101، يلا هي انطبق سين صاد على التدريج 0، إذا أنا على التدريج الخارجي 101، هي 90، هي 100 101 بعد 100 بتدريجة واحدة، هيها هون تمام، وبوصل بالمسطرة بينهم. هي قياسها 101 درجة، جد قياس كل من الزاويتين الآتيتين. هاي الشعاع انطبق على الصفر، راح أضل ماشي، هاي تطلع بين 70 و80 تقريبا 75 درجة أو 74 درجة. طيب تعالوا نشوف هاد، هاي بقلب المنقلة، هاي رأس الزاوية، هاي الشعاع، أذن أنا على التدريج الخارجي، بضل ماشي لحد ما ألاقي الشعاع الثاني، هاي شايفينه؟ قبل 150 بتدريجة، إذا أو تدريجتين 149 درجة أو 148 درجة، لأنه أنا المقلة مكسورة معي فمش طالعة معي بالضبط القياسات. طيب كم دائرة يمكن رسمها من المركز نفسه؟ هلأ أنا هي عندي مركز، كم بقدر أنا أرسم دائرة؟ بقدر أرسم عدد لا نهائي من الدوائر، ليش؟ لأنه أنا بقدر أرسم دائرة قطرها 1 سنتي من نفس المركز، ممكن أرسم دائرة نصف قطرها
2 سنتي أو قطرها 2 سنتي، يعني بدي أخذ نص التنين، يعني واحد ممكن يكون نصف قطرها 5، ممكن يكون 6، ممكن يكون 10، وإحنا بنعرف إنه الأعداد لا نهائية عندي، فإنه أنا راح أرسم عدد لا نهائي من الدوائر. طيب، رسمت روان شكلا يوضح قياس زاويتين معلومتين، حكت إنه هاي الزاوية 100 وهي الزاوية 90، هل هذا الكلام صحيح؟ كلام روان خطأ. ليش يا خامس؟ لأنه أنا هاي عندي زاوية مستقيمة صح؟ لازم يكون قياسها 180 درجة. طيب إذا هاي كانت 100 وهي 90 صار عندي 190، إذا هذا الكلام خطأ، لازم تكون هي الزاوية 90 درجة وهي الزاوية 90 درجة، ونقسهم بالمنقلة. هاي شايفين 90 درجة.